خش يا عم يلا خش. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما احنا رحنا اعتصمنا عند مجمع التحرير وفضينا الميدان هنا من البلطجيه والبياعين اللي كانوا بيبيعوا برشام اللي كانوا بيبيعوا برشام واللي كانوا بيعملوا كل البلاوي اللي الشعب كله بيقولوا علينا احنا اللي بلطجيه. لا احنا رحنا اتصلنا عند مجمع التحرير سبنا لهم الميدان هنا. راحوا جم يضربونا وجريوا علينا قعدوا يضربونا فتحوا لنا الانابيب وكانوا عايزين يولعوا في الميدان كله هنا وناموا الانابيب في الحريقه. احنا مش بلطجيه احنا شباب عايزين حق البلد دي ومعتصمين هناك عند المجمع المعتصمين الشباب الحقيقي عند مجمع التحرير. كل اللي كان في الصينيه اللي سبناهم بعد كده هم البلطجيه. انا شايفكم امبارح هم اللي جم تعدوا عليه امبارح كنتوا في الصينيه سبت لهم الصينيه سبنا لهم الصينيه من شويه واحنا سبنا لهم الصينيه. تقدر تصور عند مجمع التحرير كل الخيام بتاعتنا لانها هناك عند المجمع. كل الشباب المحترم اللي جاي معتصم من اسكندريه ومن بورسعيد ومن السويس ومن كل حته قاعد هناك. الشباب البلطجيه كلهم قاعدين هنا. انا ما اهداش احنا بنتضرب بس قلتك عادي البلطجيه جم بعد كده يضربونا ما عنديش كلام تاني قوي. مش انت بس ما فيش حاجه تاني.